المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما نوال ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي بسائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسنون وسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء القلوب في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل على
سدرا